يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدري ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة إيديني بالكساء اليماني، فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني، فأتيته به وصرت أنظر إليهم، وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا سعد وإذا بولدي الحسن قد قال وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشوف عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن على الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد عزمت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الأزهار وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء، فدني الحسين بالكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد عزمت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك عمل سن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عند براية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد عزمت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد عزمت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اقتمل جميعا تحت الكساء أخذ عبد رسول الله بدر في الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يلهمني ما يلهمهم ويحضنني ما يحضنهم، أنا هرب لمن حاربهم وصهب لمن صالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرزة وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز
يدي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مغنية ولا عارضا مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مرضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتحزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد زدت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض محية ولا كمر منيرا ولا شمس مرضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فلتعذروا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد زدت لك. فدخل جبريل ما أتيت الكساء فقال لي يا أمين الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يأتيني مع الجلوس من هذا ذاك الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيتنا ومحبين إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي لزم الله فزنا وفاض شيتنا رب الكعبة. فقال النبي صاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله